الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي وفق أعلى النظم العالمية. الوطنية للانتخابات تعلن بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل يومي 11 و12 من أغسطس. إسبانيا تفرض العزل على نحو 200,000 شخص بسبب كورونا. الخامسة مساء بالقاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك احمي بلدك، بداية هذه النشرة مع فيروز مكي. لك فيروز. شكرا لك لما. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي لضمان توفر احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية والدواء. هذا كما وجه بإنشاء تلك المخازن قرب شبكة المحاور الرئيسية وتصميمها وفق أعلى النظم العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيرة التخطيط بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض أيضا تطورات تفعيل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية واستراتيجية عمله وتعظيم موارده. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وضع جدول زمني متكامل فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ. وأشار رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إلى أن تقديم طلبات الترشح سيبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 من يوليو 2020 وحتى يوم السبت الذي يليه. الناخبون المقيادة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وتعديلاته، مدعوون الاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة بالجدول الزمني، والذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/7/2020 حتى يوم السبت الموافق 18/7/2020. هذا كما أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات التصويت بالداخل ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من أغسطس. تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و10/8/2020 وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتجرى الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12/8/2020، وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020. أشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى في ظل إشراف قضائي كامل. ستجرى هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبشأن إجراءات مواجهة كورونا، أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تم وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية ولدخول اللجان الانتخابية. وضعنا قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية ولدخول اللجان الانتخابية وللتعامل مع المشرفين عليها وأمنائها
وفرنا كل ما يلزم من وسائل الوقاية ومن تلك القواعد. تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت، التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار على مدار اليومين، فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية، إلزام كافة المترشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً، وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات، وتقليل أعداد الناخبين بكل لجنة فرعية. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان شديد اللهجة ضد أنقرة إن محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في تركيا هو تأكيد على تراجع الحريات الأساسية في تركيا. كشف تقرير تركي بأن السلطات حظرت 400,000 موقع إلكتروني و40,000 تغريدة، ما يسلط الضوء على الوضع المتردي والذي وصلت إليه حرية التعبير في تركيا. وخلال النصف الأول من عام 2019 أرسلت تركيا لإدارة موقع تويتر 388 حكما قضائيا وألاف القرارات طلبت من خلالها غلق نحو 9,000 حساب. وكان أردوغان قد أكد مؤخرا ضرورة خضوع مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة صارمة. بدأت القوات العراقية تعزيز انتشارها العسكري بطول الحدود بهدف منع القوات التركية من التوغل في شمال البلاد. كانت طائرات حربية تركية شنت سلسلة غارات طالت منطقتين جبليتين في محافظة دهوك العراقية دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.
أكدت اليونان استعدادها لمناقشة مجموعة من القضايا مع تركيا، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أنها مستعدة لكل ما يلزم من أجل حماية سيادتها. وشدد مسؤول بالخارجية اليونانية على أنه لا مجال للطعن في سيادة البلاد على الجزر في بحر إيجا أو التنازل عن الأراضي اليونانية. حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس من أن أمن البلاد في خطر، وخلال وقفة دفاعا عن مدنية دولة اتهمت موسي مكتب مجلس النواب التونسي بخرق القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته ضد تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب والتي تهدف لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا. أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا للتصدي لوباء كورونا. هذا وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري أنه يجب على الليبيين أن يتحدوا في مواجهة وباء فيروس كورونا، ويعملوا على الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي والذي تطالب به الأمم المتحدة للسماح بجهود مكافحة الوباء وغيره من جهود الدعم الإنساني. أكدت إيطاليا تصميمها على تنفيذ التزامها بحظر وصول السلاح إلى ليبيا في إطار مشاركتها بعملية إيريني. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستعمل على توفير أصول هذه العملية بعد موافقة البرلمان على مرسوم البعثة التي تشتمل على فرقاطة وطائرتين. يشار إلى أن عملية إيريني هي مهمة أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية كشف وتدمير 12 مخبأً للجماعات الإرهابية في ولاية باتنا. وأشار بيان للجيش الجزائري عن تدمير قنبلة تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتفتيش قامت بها القوات. طلب اليمن بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لحل أزمة خزان صافرة نفطية. وفي رسالة وجهها إلى المجلس، طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة دون قيد أو شرط. وتقول الحكومة اليمنية أن قوات الحوثي ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانته، وهو ما تنفيه قوات الحوثي. قررت السلطات الأسبانية فرض تدابير عزل على نحو 200,000 شخص في إقليم كاتالونيا الأسباني. جاء القرار بعد اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم. سمحت السلطات البريطانية للمطاعم والمحال التجارية بفتح أبوابها في خطوة كبيرة نحو تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي. تعود الحياة إلى طبيعتها مجددا في إنجلترا مع قرار السلطات بإعادة فتح المطاعم ومحلات قص الشعر في البلاد لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر منذ انتشار جائحة كورونا. رئيس الوزراء بوريس جونسون شدد على ضرورة التصرف بمسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لدعم قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العاملين في تلك الأماكن بذلوا جهدا بطوليا للتحضير لاستئناف نشاطهم.
من جانبها أبدت الشرطة البريطانية استعدادها لتلك الخطوة، مشيرة إلى أن الأعداد في الحانات ستكون محدودة ولن تكون هناك موسيقى حية، كما سيتعين أيضاً على الزبائن تقديم تفاصيل تسمح بتحديد هويتهم إذا أثبتت الاختبارات بعد ذلك إصابة أحد بفيروس كورونا. في تلك الأثناء أعلنت السلطات الإنجليزية قائمة بأسماء الدول التي استثنتها من فرض العزل المنزلي على القادمين منها إلى إنجلترا، ولا تضم القائمة أي من الدول الشرق أوسطية، ما يعني أن أي شخص قادم من تلك الدول إلى أراضي إنجلترا سوف يتعين عليه الخضوع لعزل ذاتي لمدة أسبوعين. وتضم قائمة الدول المستثناة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا و55 دولة أخرى، علاوة على الأراضي التابعة للتاج البريطاني عبر البحار طالما وصلوا إلى إنجلترا في رحلات مباشرة دون المرور على أي دول أخرى، فيما لم تدرج لندن في القائمة دولا مثل الولايات المتحدة والصين والسويد والبرتغال، ما يعني أن القادمين من هذه الدول يجب أن يفرضوا على أنفسهم عزلا منزليا لمدة أسبوعين. أعلنت روسيا تسجيل 6632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. هذا وأشارت السلطات الصحية الروسية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 10027 حالة، وذلك بعد تسجيل 168 حالة وفاة جديدة خلال ساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 237878 إصابة، كما تم تسجيل 148 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11408 حالة. أعلنت السعودية عن 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 حالة وفاة، هذا كما سجلت المملكة 2642 حالة تعافٍ. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 631 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 19303 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 365 حالة. وفي الإمارات أعلن تسجيل 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المسجلة إلى أكثر من 50,000، وذكرت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 321 حالة. أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد كلي للحالات المسجلة في السلطنة 45106 حالة إصابة جديدة، وأفادت وزارة الصحة بالسلطنة بأن إجمالي الوفيات بلغ 203 حالات، فيما تعافى 26968 شخص. أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة في قطر إلى 123 حالة وفاة وأكثر من 99,000 إصابة. تلقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو 2020.
أشار مدبولي إلى التنسيق بين المنظومة ومسؤولي وزارتي الصحة والتعليم العالي لخدمة المواطنين مصابي كورونا. هذا واستقبلت المنظومة ورصدت 21812 شكوى وطلب واستغاثة واستفسار تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يونيو 2020. كما تضمن التقرير 635 شكوى تطلبت تدخلا سريعا خلال الشهر في العديد من التخصصات الطبية الأخرى. تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أعمال إنشاءات مقر جامعة العالمين الدولية للاطمئنان على سير العمل التنفيذي للإنشاءات. هذا وأشاد الوزير بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وفق البرنامج الزمني والمعد لذلك. وتتكون الجامعة من 15 كلية وتضم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2020. ومن بين الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ولا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي، بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 فقط. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لفيروس كورونا، قامت وزارة الداخلية بضبط 28779 قضية تموينية متنوعة، وضبط 37 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 7 أماكن لممارسة الأنشطة التعليمية، وغلق 6865 محل مخالف لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة قرار الحظر، تم ضبط عدد 150683 شخص وعدد 82526 مركبة. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في شهر عن ضبط 37714 قضية تموينية متنوعة، من بينها 240 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 22078 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بمليونين وتسعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وثلاثين جنيها، وضبط 72 قضية مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1,245 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 379 قضية تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 142 طن، وضبط 78 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 70.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 294765 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد،
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 179 مليون و 333 ألف جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال شهر 5988 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 13 مليار و997 مليون جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. اختتم وزير الإسكان عاصم الجزارة والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جولتهما بمحافظة دمياط بتفقد مشروع إنشاء سوق حضارية للباع الجائلين بكورنيش النيل برأس البر. وأوضح وزير الإسكان أنه تم إنشاء السوق بشكل حضاري مميز للحفاظ على طابع المدينة وموقعها السياحية، مضيفا أن السوق توفر 192 محلا للباعة الجائلين. كان الوزيران تفقدا مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر لخدمة 700 ألف نسمة، كما تفقدا مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر والذي يوفر 250 وحدة سكنية كبديل عن العشش الموجودة بالمنطقة. ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم على أولوياته. وتنفيذا لتلك الرؤية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة عام 2015 تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي. منذ توليه مقاليد الحكم، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب عينيه حماية الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم. وتنفيذاً لتلك الرؤية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة عام 2015 تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي. يعد برنامج تكافل وكرامة الأكبر في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وبمثابة همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية. يضم البرنامج 3,400,000 أسرة، بما يعادل 15 مليون مواطن موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وهو ما جعله موضع إشادة من البنك الدولي، معتبراً أنه البرنامج الأكبر في الشرق الأوسط. ولتوسعة شبكة ومظلة الحماية الاجتماعية، وجه السيسي في عام 2018 بإصدار شهادة أمان المصريين، والتي تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمرأة المعيلة. وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في سبتمبر الماضي، فقد بلغ إجمالي مبيعات الشهادة أكثر من 800 مليون جنيه لصالح نحو 819 ألف شخص. وحرصاً منه على مساعدة المتضررين بسبب أزمة فيروس كورونا، وجه الرئيس السيسي في أبريل الماضي بتخصيص منحة قدرها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر، ووصل عدد المستفيدين من المنحة الرئاسية إلى 2,500,000 عامل. شهدت أسواق بيع الخضروات والفاكهة انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار تزامناً مع وجود وفرة كبيرة في المعروض. المزيد في هذا التقرير. كإرث عن عائلتها، امتهنت زينب محمد بيع الخضروات والفاكهة منذ سنوات، تقف في السوق لتحضر لزبائنها طلباتهم المختلفة، والتي تقول أن هذه الفترة تشهد انخفاضاً في الأسعار وتراها فرصة لزيادة الإقبال على الشراء. دوت مكان بقى له 30 سنة من أيام ستي، أسعار لو قارناه من الأيام اللي فاتت لأيام دلوقتي طبعاً يعني رخصت كتير جداً. انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة السلع هذا العام نتيجة المشروعات القومية التي ضاعفت حجم الإنتاج، فانخفضت الأسعار من السلع المختلفة تزامناً مع حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم فقط في الفترة الحالية، مما خلق وفرة كبيرة في المعروض. كل حاجة متوفرة سواء خضار فاكهة، السوق متوسط، في كل السلع متوفرة،
احنا ما حسيناش بقى مع ازمه الكورونا دي باي سلعه ابدا مش موجوده والله العظيم ثلاثه ده الحقيقه، ولذلك الواحد ما بيخزنش لان حتى السلع في متناول الجميع. كل حاجه موجوده الحمد لله رب العالمين، ومقارنه لا الاسعار الايام دي كويسه شويه الحمد لله. كل حاجه الحمد لله موجوده وبوفره. والله اللحوم متوفره الى حد ما، موجوده في السوق بكميات. الحكومه بجد عامله بدور كبير في موضوع يعني الحاجات السلع المتوفره، وبتعمل طبعا مبادرات كثيره عشان الناس برضو اللي هي مش قادره تقدر تلاقي الحاجه اللي هي في متناول ايدها. يعني حاله الانتعاش والاقبال التي تعيشها الاسواق المختلفه والتي جاءت بعد انخفاض اسعارها بدات تدريجيا مع توفير السلع، حيث انخفضت اسعار الخضروات والفاكهه وغيرها من السلع بنسبه تتراوح بين 20 الى 30%. بالرغم من أن جائحة كورونا قد أثرت بالسلب على العديد من القطاعات في العالم، إلا أن هنا في مصر لن تؤثر ولا تقترب من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، فأصبح ليس بحاجة إلى التكالب أو التخزين بكميات كبيرة. إبراهيم عزت، إكسترا نيوز. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الحالي تعطي مؤشرا إيجابيا في تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا. هذا وأشار إلى أن قناة السويس نجحت في الحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، مشيرا إلى أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة نجحت في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء. وأضاف الفريق أسامة ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في استقرار معدل الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019-2020 ما يقرب من 5 مليارات و720 مليون دولار. أصدر محمد معيط وزير المالية قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وقال وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى. وأشار إلى أنه سيتم السماح لمن يتقاضى معاشا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش. وأضاف أن المعارين للخارج والحاصلين على منح دراسية سيتم صرف علاواتهم عند العودة للعمل. حققت مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أطلقها في يناير 2016 بتوجيهات من الرئيس السيسي أرقاما قياسية على صعيد حجم التسهيلات والقروض الممنوحة أو عدد المستفيدين منها بنهاية مارس الماضي. وكشفت إحصاءات البنك المركزي عن أن حجم الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد بلغ خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية مارس لعام 2020 نحو 181 مليار جنيه. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المستفيدين من تلك القروض والتسهيلات تجاوز أكثر من 1,044,374 مستفيد. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها. وذكرت وزارة التموين أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى إطفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف.
أعلنت وزارة التضامن انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو، موضحة أن إجمالي عمليات الصرف خلال 3 أيام بلغت أكثر من 3,633,000,000 جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي قد بلغ 135,000 حالة بقيمة إجمالية 130,000,000 جنيه، بالإضافة إلى 483,000 حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية وصلت 460,000,000 جنيه. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر. جاء ذلك خلال ترأسها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكاديما. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تجميع البلازما من خلال 12 مركز تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر، وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين. من جانبه أكد وزير المالية حرص الدولة على دعم تلك المشروعات الاستراتيجية. مشروع البلازما ده مشروع قومي ضمن المشروعات القومية في الصحة، خطينا فيها خطوات كبيرة جدا، سواء كان إنشاء مراكز التجميع وانتهينا من استلام 6 مراكز من أصل 12، وإن شاء الله خلال يعني العام ده هنستلم بقية ال 12 تباعا. تم تخصيص قطعة الأرض، قامت شركة إجديمة بالسفر خارج مصر لكوريا الجنوبية للتعرف على، طبعا هي لفت العالم في كذا مكان لغاية ما تم يعني العمل مع شركة كورية. حريصين كل الحرص على وحداتنا الاقتصادية اللي هي يعني بالإضافة لما تقدمه لمصر من منتجات وما تقدمه لمصر لحلول زي ما أشارت مع الوزيرة، البلازما ده شيء استراتيجي وأمن قومي للبلد، فالمشروع بتاع إنتاج البلازما هيكون شيء يعني عظيم جدا، والقيادة السياسية حريصة عليه كل الحرص إن يبقى عندنا هذه الصناعة وهذه التكنولوجيا في مصر. أكديمة بتشارك بقوة في هذا، وإن شاء الله بإذن الله نرى المصنع يعني يفتتح ويبدأ إنتاجه إن شاء الله قريب بإذن الله. يحتفل أعضاء التعاونيات في كل أنحاء العالم باليوم العالمي للتعاونيات، والذي يصادف السبت الأول من شهر يوليو من كل عام، ويتم الاحتفال بهذا العام تحت شعار نتعاون وندعو الجميع إلى مكافحة تغير المناخ. Thank you.
حصل لاعب منتخب مصر للفروسية محمد طاهر زيادة على لقب بطولة قفز الحواجز في بلجيكا، وأصبح لاعب محمد طاهر زيادة أول مصري يحقق الفوز في بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضي، ويعد زيادة أحد نجوم المنتخب المصري في الفروسية. يلتقي ريال مدريد مع مضيفه أتلتيك بلباو الأحد في الجولة 34 من الدوري الأسباني، ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليغا، حيث يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف. مشاهدينا الكرام، وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يواجه بسرعة إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي وفق أعلى النظم العالمية. الوطنية للانتخابات تعلن بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل يومي 11 و12 من أغسطس. إسبانيا تفرض العزل على نحو 200,000 شخص بسبب كورونا. بهذا نكون وصلنا لختام هذه الساعة الإخبارية، وفي النهاية نحيط علم سادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز هو 11785 أفقي. دمتم سالمين.